ترى أولادي استقبلوني ازاي؟ زعلانين مني ولا وحشاكم؟ ولا جان عليك السلام. انا مديتك الامان. انا قلبي هيقف. بسم الله بسم الله الله اكبر. يا ربي يا حبيبتي يا حبيبتي. وانت كمان وحشتيني. وحشت بيتك. والله وحشني بيتي فعلا. وحشتوني وحشني البيت وحشوني الاولاد. هما فين؟ سي حسام والست منال لسه ما رجعوش. وسرياط بقى ماله؟ اسكتي اسكتي، ما خلاص هيبقى اب. ما انا سامعاك وانت بتزغرطي. المهم هو مبسوط؟ مبسوط قوي والفرحه مش سايحاه. يا رب سعده وطعمه يا رب. مالك يا اختي؟ في ايه؟ اوعي يكون الحاج علي مزعلك ولا حاجه. علي ده علي بيتمنى الرضا رضا. ده عايز يبوس الارض اللي بمشي عليها. يا اختي بركه، واحنا عاوزين ايه اكتر من كده؟ الله، مالك يا عيني؟ في ايه؟ فكي عن قلبك وقوليلي. ايه يا فاطمه، انت مش عارفه النهارده الخميس؟ طب وايه يعني الخميس عن بقيه الايام؟ يعني كاتب كتاب يوسف النهارده. طب واحنا مالنا؟ طب ما انت على ذمه راجل برضه. بس ما تقولوش راجل. ايه قصدك؟ ايه هو انا يلزمنا اي راجل بعد يوسف؟ بقولك ايه، خلي بالك بقى من روحي. ايه طب ما انت يا اختي قاعده 5 سنين من غيره، ايه اللي استجد يعني؟ ايوه بس كان قدامي، كنت حاسه انه مستنيني زي ما انا مستنياه، على امل انه هيتلفت حواليه مش هيلاقي حد هيرجع لي ويرجع لاولاده. لكن كده خلاص بقى له بيت وقليل ما خلف له كمان عيل، ونسينا خالص وشلنا من دماغه. يا حبيبتي يا نور عيني، فهميني بس، انت سبت جوزك وجيتي هنا ليه؟ انتوا اتخانقتوا؟ الواحد ما بيرتاحش الا ببيته. وما تقوليش لحد ان انا موجوده هنا. بالليل بقعد مع اولادي. بالليل؟ يهو الله. وجوزك؟ ما قلتلك سيبيني بقى يا فاطمه. ها يا سيدي، وعايز تسمي ايه بقى؟ قول نفسك في واد ولا بنت؟ لا، النوع ده بايد ربنا سبحانه وتعالى ملناش اي دخل فيه. خلينا احنا في الاسامي على قدنا، ولو ان الاسم برضه بيبقى مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى. الاسم اللي تختاره نبيله انا موافق عليه. ربنا يخليكوا لبعض وتملوا البيت عيال يا رب. انا المهم عندي نبيله وصحتها، وانا عمري ما هتعب طول ما انت جنبي. عيني يا عيني. يلا يا ست نمشي عشان ما نبقاش عم ننزل عوازل. مش لما نشرب الشربات. انا عارفه الست فاطمه بتعمل ايه ده كله، ما قلت لها اعمله انا؟ زمانها جاي يا ماما. يا رياض، احنا اتاخرنا قوي على كتب كتاب عمي. يا ده انا كنت هنسى. بصي بقى، انت خليكي وانا هروح. لا، كله الا عمي يوسف، انا ما اقدرش اتاخر عليه في اي طلب حتى لو كان اخر يوم في عمري. بهتشر عليك يا حبيبتي، بس انت تعبانه. لا لا، انا هبقى كويسه ان شاء الله. خلاص ما يجراش حاجه، خدها معاك في العربيه وامشي على مهلك. ايوه تمشي واحده واحده. هو كاتب الكتاب فين يا برود؟ سيده نفيسه ان شاء الله رضي الله عنها. طيب انا هحاول اطلع من المكتب على هناك عشان عايز ابارك للاستاذ يوسف. تشرف وتأنس. هو حسام مش هيروح ولا ايه؟ والله انا اكدت عليه، بس يا رب ما ينساش. ادي شربات الحمل، عقبال المغاد بتاع الولاده يا رب. الف مبروك يا رايس. الف مبروك يا رايس. الله يبارك فيك. رايس ايه؟ تقصدونا احنا يعني؟ ايه يا عمي انت نسيت؟ ده احنا لسه كاتبين الكتاب في سيده نفيسه دلوقتي. مبروك عليك انت الخبر الجميل اللي سمعته. الله يبارك فيك يا عمي. الواد يعني لسه بيفكر يجي الدنيا، ينزل يلاقي جده عريس. ما هي دي حلاوتها يا عم، عشان يتعلم ما يضيعش وقت.
مراتك مش حلوه وبس يا رياض، ودمها خفيف كمان. وصممت تيجي يا بابا لحسن حضرتك تزعل. ليه كده بس؟ حرام عليكم، تعبتي ليه نفسك يا نبيله؟ يا خبر، وانا عندي عز منك ولا من عمك؟ نتعب لك وما تقومي بالسلامه ان شاء الله. رياض يا قلبك يا اخي، امبارح مشيت في جوازة امك والنهارده تمشي في جوازة ابوك. هنعمل ايه بس والله، الاولاد دول تعبونا قوي. سلوى خلي بالك من تيتا. يا ستي ما تخافيش، خلي بالك انت بس من نفسك. الف الف مبروك يا مجد. الله يبارك فيك يا ماما. سلوى صحيح انا نسيت اقول لك حاجه ده. ايه بابا شكلك مستعجل قوي عشان تروح البيت. باين عليا يا ولد. لا 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 ما تقلقش، انا الوحيد اللي واخد بالي. كويس. حسام. ايوه بابا. عملت لي ايه في حجز اوتيل الفيوم؟ اه يا بابا تمام كله تمام. سويت هتغيبوا علينا كتير؟ آه لا اطمني، الفلوس اللي معانا دوب تكفينا اسبوع عشان. لو كنت يوما انساك ايه افتكر تاني لك العشاء؟ لا ميرسي يا دادا، هي شقت بلبله وبريان مضلمه ليه؟ خرجوا. خرجوا راحوا فين؟ ما النهارده كانت بكتاب ابوكي. اه هو النهارده؟ طيب اعملي لي ونبي يا دادا. مين اللي في اوضه مامي؟ النور منور ليه؟ هي مامي نفسها. مامي؟ مامي مامي حبيبتي يا ماما انتي نايمة؟ انتي بتعيطي يا ماما يا بنتي؟ مالك يا ماما؟ ده فاطمة يا ده فاطمة. في ايه؟ ماما مش عارفة مالها. مالك يا حبيبتي في ايه؟ مالك بس يا امي؟ في ايه؟ مين اللي زعلك بس؟ طب روحي هاتي كوباية مية بس بسرعة. حاضر. بس بقى يا حبيبتي بس تعالي تعالي يا حبيبتي بس كفايكي بقى استهدي بالله. ما خلاص انت هتفضلي تعملي في روحك كده لحد امتى؟ اتفضلي قومي اشرب. لو تفهميني بس في ايه؟ مال فيكي ايه الراجل المتوحش ده؟ مفيش حاجة يا بنتي مفيش حاجة. ما في ايه بس؟ طمنيني طمنيني يا سيدي. طبعا اللي يشوفني طالع قدامكم كده ما يقولش عليا جنتلمان خالص. يا سيدي نبيلة زي اختك يعني مفيش حد غريب. لا يا اكسلانس من فضلك ما تمسحهاش في الاخوية. بلبلة دي ليها ظروف خاصة، دي شايلة لنا جعلوس افندي. الله يبشرك بالخير يا حسام. جعلوس؟ ما لقيتش اسم اشك من كده شويه؟ لو مش عاجبك جعلس في الدياسته.
وبعدين القشك لسه ما نزلش، هي دي الاسماء اللي موجوده في السوق حاليا يعني. ما تيجي تسهر معانا يا حسين؟ لا يا عم، انت عايز بالبوله تقتلني ولا ايه؟ دي هتموت نفسها تنام اهي. لا انا مش هنام دلوقتي، هات منال وده فاطمه وتعالوا اسهروا معانا. هستناكوا. ها خلاص ماشي. يا منال، منال حسين، تعالى يا حسين الحق ماما. ماما ماما في ايه؟ ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ايه اللي حصل يا خاله؟ وجت امتى؟ العصرية. ألف سلامة عليك يا ماما. طب ليه ما قلتليش يا خاله؟ أنا اللي قلت لها ما تقولش. ما تفهميني يا ماما ايه اللي جرى؟ ايه يا أمي؟ الراجل اللي اسمه علي ده عمل لك حاجة؟ بالعكس يا حبيبي، ده أنا بعته عند ولاده يشوفه عشان أجي أقعد معاه كل يوم. وحشتوني، وحشتوني أوي. لسه زعلان مني يا حسن. أنا عمري ما أقدر أزعل منك يا ست الكل، أنا بس صعبت عليا نفسي أوي، دي أول مرة تضربني بالقلم، أنا عارف إن أنا غلطت، بس ما كنتش متخيل أبداً إنك أنت ممكن تتجوزي وتسيبينا لوحدنا، بس خلاص، مش مشكلة، المهم عندي سلامتك. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل. معلش يا حسن، ما تزعلش مني، كان غصب عني، غصب عني. وحشتوني، وحشتني يا بنت. ياه، ولا بروز الدنيا تساوي لحظة وأنا قاعدة في وسطكوا كده. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل. ربنا ما يحرمك منهم ولا يحرمهمش منك أبدا. يا رب. ناظر 20 جنيه والوكيل 15 وانا 10 وقبل فادي 10 وقبل ليلى 10 يبقوا يساووا ليلى 10. ايه حكايه العشرة دي؟ كل واحد من الفراشين والدادات 2 جنيه. ايه الموضوع يا استاذ رضوان؟ 10 بتوع ايه؟ بحسب تكاليف الهديه. هديه ايه يا ست؟ الهديه اللي هنجيبها للاستاذ يوسف وابله ماجده. يا استاذ رضوان انت بتقطع ليه؟ بتاعت ايه الهديه دي؟ الاستاذ يوسف اتجوز ابله ماجده. والله العظيم فرحتني يا استاذ رضوان. طب هم ما قالوش ليه؟ مش عايزين يكلفوا حد حاجه، بس احنا مش هنسكت، هنجيب لهم هديه برضه، مش دي الاصول؟ طبعا ده الواجب. استنى كده اما اشوف. خد العشرة جنيه بتاعتي اهي، بس هنجيب لهم ايه؟ ده بقى يتوقف على قيمه المبلغ اللي احنا هنلمه، بناء عليه تتحدد الهديه. وانا بقى مستعده من بكره انزل ادور لهم في البلد كلها لغايه ما اجيب لهم احلى هديه تعجبهم. درس انجليزي اه فهمته كويس قوي، بس كان سهل، بس ما روحتش رجعت عليه تاني. انا عن نفسي لما بسمع الشرح مره من استاذ مجدي خلاص بيدخل في دماغي. يا سلوى، يا سلوى استنوا ثواني. ايوه استاذ رضوان. ازيك يا سلوى يا بنتي؟ ازاي حضرتك؟ انا كويس. وازاي ماما وبابا؟ بابا قصدك بابا يوسف؟ طبعا، هو في احسن من كده بابا؟ بصراحه ما فيش، عندك حق. المهم هم اتصلوا بيكي؟ اه وكويسين قوي الحمد لله. ربنا يسعدهم يا رب. عارفه يا سلوى، انا اللي كنت السبب في الجوازه دي، انا جريت في جوازتهم دي اكتر ما جريت في جوازتي انا شخصيا. ربنا يخليك يا رب، وعشان كده غلاوتك زادت عندي. ربنا يخليك يا بنتي. المهم هيجوا امتى؟ لحسن الهديه اللي عندي قربت تحمض. لا اطمن، مش هتلحق تحمض، دول هيجوا النهارده، دول حتى يمكن يكونوا وسط. صحيح، ربنا يفرحك يا رب، عقبال ما نجيلك كده بيتك يا سلوى يا بنتي يا رب. على فكره يا سلوى، انا لو كان ليا ابن كبير كنت لازم اجوزه لك فورا. يا استاذ رضوان بقى عايز تمشي في جوازتين مره واحده، البنت ومامتها؟ لا ما هو يا خساره بقى، ما ينفعش. الواد صلاح ابني الكبير في تانية اعدادي. يلا حبيبتي بقى انت شوفي زميلاتك وانا هروح انشر الخبر في المدرسه عشان نشوف هنروح نبارك لهم امتى. ماشي. يلا سلام. اتفضل الشاي. تسلم ايديكي، ده ايه الرضا ده؟ انا راضيه من غير ما تعمل كده. ما انا لازم اعمل كده، بس حلوه قوي وانت مكسوفه. اقعدي اقعدي. انا هتصل بسلوى لحسن، وحشتني قوي عايزه اطمن عليها. خليها تيجي فورا. يعني مش هتتضايق؟ اتضايق؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت ما تعرفيش معزه سلوى عندي قد ايه؟ صحيح يا يوسف. ايه اللي صحيح؟ طب ده انا وانا ببيض الشقه
اكتر اوضه اهتميت بيها هي اوضه سلوى، وديك شفت انا عملت فيها ايه. بصراحه اتجنن انا ولا الاوضه؟ انتوا الاثنين، بس طبعا انت اكتر. انا اتاكدت دلوقتي ان الحاجه كانت عيالي. الو. ايوه يا ماما يا حبيبتي، وحشتيني وحشتيني قوي. يا بنتي هتجننيها. ايوه يا حبيبتي، انا لسه راجعه دلوقتي من المدرسه دي. المدرسه النهارده اتقلبت، الاستاذ رضوان قال الخبر في النشر، وكل الناس اتلموا حواليا وفرحانين قوي، وكلهم عايزين يجوا يباركوا لكم. يا ساتر يا رب على رغلك. يا بنتي اديها فرصه تتكلم. بجد يا ماما؟ صحيح حاجه عايش معاكم من النهارده؟ ايوه يا ماما، بس انا خايفه لحسن بابا يوسف يتضايق. ده هو اللي قال لي خليها تيجي، ده محضر لك حته اوضه تجنن. صحيح يا حبيبي يا بابا يوسف. يلا كلميه، هو عايز يكلمك اهو. صباح الخير على ست البنات كلهم. صباح ايه بقى، قول مساء الخير. هو الوقت مع ماما بيعدي بسرعه قوي كده ولا ايه؟ عفريته انت باين عليك حكايه. بقولك ايه، انا اخر النهار هعدي عليك بتاكسي، تجهزي شنطك وتيجي معايا عشان ما يصحش بنت حبيبتي تبقى قاعده في شقه لوحدها بعيد عن ابوها وامها. يا حبيبي يا بابا، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا، ده حضرتك زي ما تكون حاسس بيا، تيتا عايزه تسافر وتخلص مني. لا لا خلاص، انت هتيجي تقعدي معانا هنا، وان شاء الله مش هتمشي من هنا الا على بيت عريسك على طول. يلا جهزي نفسك وقفلي الشنط عشان التاكسي هيبقى واقف تحت. ماشي. الله الله الله، ايه العظمه دي كلها؟ عشان ماما اول مره تتغدى معانا. امال هي فين يا حبيبتي؟ ده فاطمه راحت تنده لها هي وحسام. طب ومنال؟ انا هنده لها بنفسي. يا موني موني. يا امي يا امي يا حسام. ايوه يا رياض انا جاي. يا امي اتفضلي يا امي اتفضلي يا حبيبتي. الله، ايه السفره الجامده دي؟ ده ايه ده؟ ايه المواهب المستخبيه دي كلها يا بلبل؟ بالهنا والشفا، بس يا رب بقى اكلي طعمه يعجبكم. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. دي يا حبه عيني واقفه من النجمه في المطبخ، عماله تطبخ وتوضب الحاجات الجميله دي، وتقول علشان ماما جايه تاكل معانا النهارده. ايه يا بلبل؟ ما تقعدي يا حبيبتي، واحنا يعني مش هنعرف نحط نفسنا ولا ايه؟ حاضر حاضر. ممكن تدوقي ورق العنب ده يا ماما؟ لا 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 لا، ما تحطليش، انا ماليش في الاكل ده، انا اصل واخده على الاكل النظيف بتاع فاطمه، ماليش في العك ده. وانا اكلي مش نظيف في ايه بس يا ماما؟ ليه كده بس يا امي؟ حبيبتي تسلم ايديكي، والله اجمل واطعم اكل دقته في حياتي بجد يا نبيله. الاكل زي الفل، تسلم ايديكي. بقى انا اعرف اعمل الاكل القبهه ده ابو ريحه تجنن ده، ده انا اكلي كله عك في عك، ربنا يستر. الله يكبر بخاطركم. طب ايه رايك بقى ان الاكل اللي بتعمليه العك ده هو ده اللي بيبقى على قلبي زي العسل، وما بيعجبنيش غير. كده بس يا امي، حرام عليك. هو ايه اللي ليه؟ اكله مش عاجبني، اهو حلو عليه بالعافيه، هو من ماله ولا هناله؟ مش حال ان الملوخيه ساقطه في قعر الطبق. يا شيخ اوعي كده، دي حاجه تعل. كل كل بيني وبينك الاكل حلو. انا باكل وانا بطلت. حقك عليا انا. والله يا حبيبتي انا ما عارف اقول ايه. من ناحيه ان ماما غلطانه فهي غلطانه فعلا. لكن هي امي، يرضيكي يعني اتخانق معاها؟ لا طبعا ما يرضينيش. تسلمي لي يا حبيبتي. يسلم لي ذوقك. تسلم لي ايديكي الحلوه اللي عملت لي احلى اكل في الدنيا. انت عارفه ان حسام ومنال لسه قاعدين لغايه دلوقتي على السفره بياكلوا؟ عاجبهم الاكل قوي بصراحه بقى، ولا اجدع شيف في الدنيا يعمل الاصناف اللي انت عملتيها.
أنا مش عارفة ليه ماما بتعمل معايا كده، مع إني بعمل المستحيل عشان أرضيها. وضع طبيعي يا حبيبتي، يعني أي أم في الدنيا بتعمل كده مع مرات ابنها البكري، لأنها بتحس إنها خلاص مكانتها عنده راحت، وإن مراته بقت كل حاجة في حياته، وخصوصاً بقى لو عارفة ومتأكدة إنه بيحبها وبيموت فيها زي حالتي كده. ربنا ما يحرمني أبداً من ابتسامتك الحلوة دي. لا لا وألف لا كمان، حرام عليكي، إيه اللي أنتوا بتعمليه ده؟ ده جبر الخواطر على الله. إيه هي كانت عملت لك إيه يا شيخ؟ حرام عليكي، ده أنت لو تعرفي هي عملت إيه مع أولادك وأنت غايبة كنت تشكريها. طبعاً ما لازم تعملهم كويس عشان تحل محلي وتبقى هي صاحبة البيت. ما هو شغل التعابين ده أنا فاهماه، لكن على مين؟ شغلة تمسكن لما تتمكن بقى بنت رمزية الخياطة تعمل عليا أنا الشوية دول؟ لا يا حبيبتي حرام عليكي، ده البنت بتحبكم قوي، ده البنت طيبة وجدعة. بأمارة إيه؟ بتحبنا بأمارة إيه؟ بأمارة ابني اللي مرضتش أجوزه لها من 10 سنين؟ ولا بأمارة خالتها اللي خلت ابن عمها الصايع كان عايز يضربني بمية النار في وشي عشان يشوه لي وشي؟ بقولك إيه؟ أنت ست طيبة، خليكي في حالك، خليكي في الثوم والبصل والقوطه اللي بتقشريها، يعني اطبخي وشمي وبس كده برضو. يعني انا ما بعرفش الا في كده بس. طيب يا ست سرايا كتر خيرك، بس ما تنسيش بقى ان احنا متربيين سوا. انت هتنقطيني؟ سبحان الله، انت الوحيده اللي بتقعدي تكلميني وتراجعيني وما بقدرش اقول لك حاجه، وبرضو بحبك وما استغناش عنك. ما ديك يا اختي استغنيتي ورحتي عشتي مع الحاج علي في بيته. اسكتي وقطع واتمسح اسمه، ما تجيبليش سيرته، بيجيلي حساسيه. انت عارفه ان انا بحبك وماليش حد في الدنيا غيرك، كان لازم اسيب العيال معاكي عشان تخلي بالك منهم، وبقى انا مطمئنيه عليهم يا فاطمه. الو مين؟ علي؟ ايه اللي جابك كده؟ قصدي جيت بسرعه ليه؟ ايه عاوزني اجي؟ ايوه قلبي، ايوه لافلي، تيجي لجوزك اللي بيحبك ويتمنى رضاكي. بالليل؟ بالليل ايه بقى؟ انا جاي من اخر الدنيا وسايب مالي وحالي وجاي على ملا وشي عشان املي عيلي برؤياكي، تقولي لي بالليل؟ ماشي، عشان خاطر عيونك انا هستناك بالليل ما دام انت مصره تسلمي على اولادك. عينيا ليكي ولولادك يا لافلي. كنت اقعدي لبكره كمان؟ ده انا حتى كنت ناويه ارجع من الكليه بدري عشان اقعد معاكي. انا مش هتاخر عليكم، انا هفضل رايحه جايه عليكم. هو حسام فين؟ لسه ما جاش. يمكن في حاجه اخرته، ابي سلمي لي عليه. طب يلا قومي علشان اوصلك. يلا يا حبيبة ماما، انت اكتر يا والله ما كان في داعي للي بيحصل ده، بس هنعمل ايه؟ اللي حصل حصل. اسمه نصيب يا رياض. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. يعني هي ماما مسافرة؟ ده احنا بيننا وبينها 10 دقايق بالعربية. إذا ده كفاية إنها ما بقتش عايشة معانا في نفس البيت. طب بس يا حبيبتي يلا قومي يا حبيبتي، اغسلي وشك كده وغيري هدومك، وأكيد بقى سرياد لما هيرجع هياخدنا سهرنا معاه. مش عايزة، أنا داخلة أنام. حول ولا قوة إلا بالله. أنا عارفة بس إيه اللي عملتيه في نفسك دوت يا بنت الحاجة أبو الفضل؟ ايوه يا ست بتاعي.
ليه بس؟ كنت عايش مع الست والكلام جاي على الجرح. على الجرح؟ الحمد لله على السلامة. ايه وصلت امتى؟ أول ما كلمتك يا لافلي يا ست الستات. ازاي عيالك؟ كويسين؟ عيالي بيبوسوا الأيادي يا ست الستات. ها نمت فين بقى اليومين اللي غبتهم؟ بتسألي ليه؟ يعني ايه بسأل ليه؟ انت بشجعت ولادك لطليقتك؟ نمت فين واتكلم دغري من غير لو؟ انا نمت في القنطة. لقنطة؟ علي شكلك كده مش مطمني. مالك في ايه؟ انا مالي في جيبي يا حبيبتي. انت بتطلع ام العيال بقالك قد ايه؟ من سنين طويلة. يعني كام سنة كده؟ يجي لها 5 سنين كده. يا راجل يا كذاب، انت مش قايل لي من 8 سنين؟ انا قلت كده؟ ايوه، ما امرك ما قلت ان ورقه الطلاق ضاعت وعملت بدل فائت. بقى ما هو من كتر المشاكل ووجع القلب انا طلقتها 3 مرات، كل كام سنه مره، السنين دخلت في بعضها بقى. يا سلام، في بعضها. انت هتاكل بقى على حلاوه ولا ايه؟ انا عارف ايه اللي جاب السيره النكد دي. تعالي تعالي بس يا حبيبتي، تعالي احكي لك عملت ايه في الكام يوم اللي انا كنت غايبهم عنك. يا اخويا اوعى. الست الناصحه يا نبيله تلمي ما تبعزقش. وانت شايفاني ببعزق في ايه بس يا امي؟ انا ما قلتش كده، انا بقولت لم على قد ما تقدري، يعني لما تلاقي حماتك تشد. ايه رخنتي؟ اعتبريها انا، يعني لو انا قلت لك كلمه وحشه هتعملي معايا ايه؟ هستحملك طبعا. خلاص اعملي كده مع حماتك. والله ما برد خالص يا امي، بسكت وبكيت امك كانها ما قالتش حاجه خالص. جدع. وتعالي على نفسك كمان، رضيها وحيليها، وما دام جوزك بيحبك وبيرضيكي يبقى لازم ترضيه في امه. رضيها يا ضنايا، دي مهما كان هتبقى جده اولادك، وعشان رياض يهون كل شيء. رضيها يا حبيبتي عشان ربنا يرضى عنك. صح يا امي عندك حق، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. انت اللي دايما بتنصحيني وبتصبريني على نفسي، ده انا باجي عندك نار بنزل رماد. بقولك يا روبي، ما تفكرينا كده في مكان رومانسي وحالم نروح انا وانت سوا دلوقتي؟ لا روح انت، انا مش فاضي. مش فاضيه؟ ايه البواخه اللي انت فيها دي؟ بابي جاي يزورني النهارده الساعة 5. بابي؟ في واحده في سنك والنبي تقول بابي يا شيخه. كبري. اكبر ايه؟ ده بابي يا حبيبي. اولا هيحرمني من مصروفه على طول، غير بقى محاضرة الأدب والتربية اللي هيقعد يديها لي. محاضرة الأدب؟ ده بأمارة إيه؟ ها؟ هو بيسأل عنك أصلاً؟ أرجوك يا حسام بلاش كلام في الموضوع ده، علشان أنا على آخري. بس يا بنت بلاش عبط، بلاش مود النكد اللي بتحبي تعيشي نفسك فيه ده. أنا نكدية يا حسام؟ يعني قصدي بلاش تعيشي لي دور الشهيدة، أنتِ وقعدك عند جدتك جاية على هواكي قوي. ليه بقى؟ كده أنتِ عايشة لي دور المحرومة من الأسرة وبابا وماما، لكن انت بقى في حياه الامر مستريحه جدا من قيود الاسره، لحد بيقول لك رايحه فين ولا جايه منين، بتخرجي وقت ما انت عايزه وبترجعي وقت ما انت عايزه، محدش بيسالك ولا بيلاحقك بالاسئله، عايشه الحياه ببساطه يعني فري. لا يا فرويد افندي، تحليلك غلط. مفيش بنت في الدنيا تحب تعيش العيشه اللي انا عايشاها دي. ام ميته واب متجوز. انا كمان نفسي اتسال في الدخله والخارجه، نفسي يبقى لي عيله. لما الدخول والخروج مش هما المهم يا حسام. طب ما هي اختك منال بتدخل وتخرج زي ما هي عايزه، والناس بتتكلم عليها برضو، لكن يجوا لغايه عندها ويسكتوا، لان عارفين ان ليها اهل مربط. ايه ده انت اتجننتي يا بنت انت؟ ايه التخريف ده؟ مين ده اللي استجري يجيب سيره اختي؟ وبيقول ايه؟ نعمل لك ايه؟ ما كتير غيرك بيحبون.
وبعدين انا هحب كل اللي هيحبوني بقى ولا ايه؟ لا بس انا بحبك اكتر من اي حد في الدنيا. انا مستعد اعيش طول عمري تحت رجليكي. كلهم بيقولوا كده، خلاص ما بقاش الكلام ده يفرق معايا. افهم من كده ان قلبك مشغول بحد تاني من بره الجامعه؟ بقول لك ايه، لا بره الجامعه ولا جوه الجامعه، انا قلبي ده مقفول ومكتوب عليه مغلق للتحسينات. اطلع من دماغي بقى، باي. مغلق للتحسينات، ماشي. هاي يا موني. هاي يا سهى، ازاي؟ هاو ار يو؟ فاين يا جميل. انا بدور عليكي من بدري، قلت يمكن تكون طلعتي محاضره، بس قلت مش معقول بقى، من امتى الالتزام ده؟ لا انا نزلت الكافيتيريا بس كنت بدور عليكي برضو، شربت نسكافيه وقلت انت اكيد هتيجي. طب ما تيجي نخرج النهارده. لا مش طالبه معايا خروج. ليه؟ فكري في اي مكان على مزاجك واحنا نروح. سهى انا زهقت، ما بقاش في جديد، كل الاماكن بقت شبه بعض. الحاجه الوحيده الجديده ان احنا نسافر، بس حتى السفر مش عارفه نسافر فين. طبعا اذنكم يا جماعه. ايه مالك؟ مودك ماله؟ الواد اللي اسمه عادل ده خلاص كرهني في اليوم اللي اتولدت فيه. كذابين. هو ده بيحس؟ ده واد بارد. قلت لك قبل كده من الاول ما نصاحبش اي حد من الاقسام الثانيه، اما من انجليش اما بلاش. يا سلام، ويعني انا اللي بروح اصاحبهم يعني؟ ما هم اللي بيجوا يتلزقوا. خلاص احنا نبعد رانيا وعادل دول عن الجروب بتاعنا خالص. هيحصل. المهم بقول لك ايه، قولي يا مونا. انا عايزه اسافر بقى يا سهى، انا زهقت قوي. خلاص فكري واقترحي وانا معاكي. طيب انا هرتبها مع حسام اخويا عشان انا عايزاها تبقى سفريه كام يوم كده، وطبعا لو ما خدتش حسام معايا هيقعد يقرفني ويطلع روحي. رحله ايه وبتاع ايه؟ مش كفايه كلام الزفت اللي بسمعه عليكي؟ كلام ايه ده بقى ان شاء الله؟ والله ما اعرفش، اسالي نفسك. شوف انت بتعملي ايه، ولا عاوزاني امشي وراك مخبر؟ طب لو عندك الشجاعه حسام تقولي ايه الكلام اللي اتقالك ومين اللي قاله لك؟ مالكيش دعوه. بصي بقى يا منال، انا هعرف ازاي امشيكي على عجين ما تلخبطيهوش. شيخ روحي اتوكس، لما تبقى تبطل صرمحه انت والست الحاب بتاعتك المحترمه ابقى تعالى كلمني. انا الحاب دي ما تهمنيش اصلا، دي مجرد صاحبه، وبعدين انا راجل اعمل اللي انا عايزه، ما عليهاش لوم. لكن انت يا هانم اي كلمه عليكي تمثلنا كلنا. ايه يا جماعه، في ايه؟ صوتكم جايب اخر الدنيا. الله كفى للشر، مالكم؟ الست الهانم عايزه تطلع رحله اسبوع او 10 ايام وتبات لوحدها كمان. يا منال دي مده طويله قوي. ما انا بقول للبيه يطلع معايا. طب ما خلاص، ما هي عايزاك معاها اهي. مش طالعه كده. طيب منال تعالي، هتعملي ايه يا حسام بالراحه، لو مش مقتنعه بحاجه اتكلم معاها بالراحه، طول بالك شويه يا بلبله. انت ما تعرفيش منال دي بنت عنيده ومدلعه، وللاسف ماما عودتها ما ترفض لهاش طلب، خدت ان اي حاجه تطلبها تبقى مجابه مهما كانت. لكن خلاص النظام ده ما عادش هينفع، كبرت بقى وسيرتها هتبقى على كل لسان. قطع لسان اللي يجيب سيرتها، دي بنت متربيه وكل الناس بتحلب بادابها. والنبي تسكتي انت يا دادا، انت ما تعرفيش حاجه، انت قاعده هنا في البيت ومش عارفه ايه اللي بيحصل بره. انا كلمت ماما ووافقت ان اطلع الرحله ولوحدي كمان، بس ابقى اكلمها اطمنها عليا. الهي دمك يتحبس يا حسام عشان تخرج كده ما تجيبش منطق تاني. بعد الشهر ان شاء الله اللي بيكرهوه. عيب تقولي على اخوكي كده، عيب بقى. ماما وافقت. طب ويديني يا منال انا رايح لها، وانت طلعت الرحله دي انا ما بقاش راجل ومش هشوف وشي تاني. تعالي يا منال، تعالي انا عاوزاكي. هو ايه اللي بيحصل ده؟ تعالي بس ممكن بقى نقعد ونتكلم بالعقل. هنتكلم في ايه بس؟ انا عايزه اعرف حاجه، انت لما حبيتي تطلعي الرحله دي ايه اللي خلاكي تفكري تاخدي حسام معاكي؟ حق عليا، حسيت انها هتبقى بايخه لو بيت بره البيت اسبوع لوحدي. طب انت صاحبه الموضوع وحاسه انها بايخه، يبقى هو بقى عنده حق لما يتضايق ويزعل من الكلام اللي سمعه. طب ما انا قلت له يجي معايا. يا حبيبتي كان متضايق وكان متعصب، كان لازم تستني شويه عليه لغايه بكره وبعدين تكلميه بالراحه وبهدوء، كان هيوافق على طول. عموما خلاص انا ما بقتش تفرق موافقته معايا، ماما وافقت. ما ينفعش يا منال، عايزه رايي بلاش. ليه؟ لانه ما يصحش ابدا بنت زيك تبات بره البيت الايام دي كلها لوحدها. هقول لك حاجه، احنا لما قطعنا شهر العسل انا والرياض عشان ماما كانت تعبانه، هو وعدني انه يعوضها لي في مره تانية. فايه رايك انا هفتحه في الموضوع وهنسافر كلنا ونبقى مع بعض، انت وحسام، وكمان هناخد دادا فاطمه معانا. ايوه بس انا كنت عايزه اطلع مع اصحابي. يا حبيبتي اطلعي مع اصحابك ما فيهاش حاجه، احنا هنحصلك تاني يوم وهنبقى كلنا سوا وتبقى عيننا عليكي بالمره. ايوه بس انا كنت عايزه اروح شرم. يا ستي شرم وماله، رياض مش هيقول حاجه. ايه خلاص اتفقنا؟ اتفقنا، بس مفيش سفر قبل الامتحانات ما تخلص. الامتحانات ده لسه ولا 3 شهور على الامتحانات. يا فلحه مش بدل ما تقعدي اسبوع يبقى نقعد براحتنا لغايه ما تزهقي؟ لا خلاص يبقى اطلع انا يوم مع اصحابي ونطلع السفريه الطويله دي بعد الامتحانات.
حبيبتي ربنا يكملك بحالك. انا هلحق بقى اكلم حسام قبل ما يروح لماما ويعمل مشكله. ها معقوله يا ماما؟ يعني بعد كل الكلام اللي شرحته لحضرتك ده ولسه مش عارفه فين هي المشكله؟ طالما قالت لك تعالى معايا بقى عدها العيب يا ماما. بقى واحده في السن. الو هيا موني. هيا حبيبتي وانت كمان وحشيني. بتقولي ايه؟ صرفت نظر عن الرحله؟ طيب يا حبيبتي زي ما انت عاوزه وانا كمان ببوسك. لا اله الا الله. شايف هي اللي قالت لا اهي. احسن كده صح. جري ايه يا جميل؟ الشغل هياخدك مننا ولا ايه؟ ايه دخل على سويقه؟ الناس تقول عليا ايه؟ هيقولوا ايه يعني؟ راجل بيدلع الست بتاعته. قلت لك اخلص خالص ده قطع نفسك. ما حدش يعرف الموضوع ده هنا. انا ماشي يا ماما. الله ايه يا باشا؟ هي اذا حضرت الشياطين ولا ايه؟ بعد اذنك يا ماما عندي مواعيد ولازم استاذن. لا ما يصحش، انت لازم تتعشى معانا. ما تقولي لي يا ست الستات. بس اسكت انت. خلاص يا حبيبي روح شوف مواعيدك وما تخانقش مع اختك وانا اكلمكم بالليل اطمئن عليكم. ماشي يا ماما ربنا يخليكي. سلام. مع السلامة يا باشا. الف سلامة يا باشا. الف سلامة. اما انا بقى اعمل لك حتة مفاجأة. جايب لك حمام وكباب موهوي كده حطه في العربية عشان نتعشى سوا. ما هو اسمع بقى شويتين بتوعك دول مبطل تعملهم. اوعى تفكر انك هتدبسني عشان الناس تعرف اللي بيني وبينك. لا فوق روحك احسن ما فوقك. براحتك يا جميل. انا بقى هروح اتعشى واتبسط وانت براحتك. سلام. سلام يا لافلي. لافلي ده تكنيلة على تقل دمك سم. تعالي هنا. انت رايحة فين؟ انت نهايتك هتبقى على ايدي. الحين يا حسام سيبيني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يخرب بيتك انت بتعملي ايه يا مجنونه انت؟ بص يا بت انت انا ما بحبش حد ياخد مني حاجه. حاجه ايه يا بت وانا باكل بسكوت؟ اوعي يا مجنونه انت سيبيني اوعي. اسيبك ايه ده؟ انا هموتك النهارده. يا بنات يا بنات ما تقطعوش نفسكم عليا. اوعي يا اخي ما تحوش بدل ما انت واقف تتفرج كده. اوعي بقى. بس كفايه حرام عليكم فضحتونا. الناس هتتلم علينا. لازم اخليها تقول حقي برقبتي. انطقي قولي خلاص مالكيش دعوه بيه. ايه يا لزقه يا تلمى؟ هو مش عايزك. يعني عايزك انت يا اختي. مش عايز حد فيكم ولا وعدت حد منكم بحاجه. في ايه؟ كذاب. انت قلت لي انك هتخطبني. كنت نايم رجعت في كلامي. في حاجه؟ هو لما شافني حبيني انا وسابك انت ايه بالعافيه لزقه؟ بقول لك ايه منك ليها؟ انا ما بحبش حد فاهمين؟ ما بحبش حد.